تعرف انا اقول لك التوقيت اللي طلع فيه. اقول لك معلومه مهمه جدا حصلت في مباراه كوت ديفوار. لو تفتكر لما اتصاب حمدي فتحي قام مهند لاشين وغير هدومه ونازل بالظبط، وبعد كده شفنا زيزو هو اللي نازل كما جابت على زيزو. انت عارف ان كيروش حرفيا بياخد معلومات مهمه جدا اثناء المباراه من محللين الاداء اللي بيبقوا قاعدين بيتفرجوا على المباراه. نازل دلوقتي زيزو عشان زيزو هيتحرك مش عارف فين هنا، فهتبقى معدلات جريه هنا عشان اللي قدامك دوت بتاع كوت ديفوار مثلا معدلات جريه قلت فزيزو هيتفوق عليه، فغير رايه. دي بمناسبه ايه بقى؟ انا بقول لك المعلومه دي بمناسبه ايه؟ بمناسبه ان كيروش مدرب عنيد، ده هو في نفس اللحظه هو غير رايه في نفس اللحظه عشان خد معلومه. هو راجل كمان بيشتغل بشكل علمي عظيم جدا. مهند لاشين لاعب مهم جدا ورائع جدا، بس حد قال له زيزو دلوقتي هيبقى مهم في الملعب فنزل زيزو. تغيير زيزو في نص الملعب، بص انا مش عايز اتكلم فنيا قوي يعني خلينا نتكلم ان هو كتغيير موفق. انا زيزو لعيب بالنسبه لي لعيب عالمي، انا بحبه جدا، بحبه جدا، بحب لعبه جدا، لعيب يعني زي عمر مرموش لكن كمان ايه اقوى كمان في روحه واقوى في انطلاقاته واقوى في كروساته بدنيا كمان طول الوقت. يا ربنا يحميه يا رب زيزو ما شاء الله ما شاء الله. يعني من زمان وانا بقول زيزو ما شاء الله عليه يعني صح. ممكن يروح لمستويات بعيده قوي صح. لكن انا مع احترامي الكبير طبعا لمحللي الاداء ودورهم الكبير قوي اللي بقى في الكوره ولازم طبعا احنا كمان نثني عليهم في تحليلهم وان هو بيفيدك انت كمدرب، لكن انا مش مع ان هو يدخل في تغييره ابدا. ممكن يدخل في تغييره ان انا اخرج لعيب يعني يلفت نظري ان اللعيب ده معدلاته البدنيه قلت، لكن بس ما ينزليش لعيب خالص.